القصة اللي غادي نشارككم الليلة رعب، هي قصة حقيقية 100% واللي تصنفات على أنها من أعنف القصص. هي قصة لطفلة اللي غادي تقلب حياتها وحياة عائلتها إلى لحظات جحيم. طفلة اللي غادي تتعرض لواحد النوع من المس اللي كيخليها أنها تختفي لفترات طويلة، درجة ولات عندها سرعة البرق في الجري، وحتى من الشباب ما بقوش كيقدروا أنهم يلحقوا عليها باش يشدوها، ولات عندها قوة كبيرة لدرجة أنها تقدر تضربهم وحتى تأذيهم. ولكن في الأخير اللي زوين في هذه القصة هو أنه غادي تنجى هذا الطفل من الجن، ولكن بأعجوبة. فكيفاش وقع لها هذا الشيء؟ فين؟ وشنو هي القصة ديالها؟ تابعوا معايا حلقة اليوم باش تعرفوا التفاصيل. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، صحيحتكم، احوالكم القلبيه والعقليه وكل شيء على خير. لكل من التحق بالعائله ديالنا كنقول ليه مرحبا بك، وان شاء الله اي فيديو شفتيه ما غتخرج منه الا وانك استفدتي شي حاجه. قناه ايجابيه 1000%، فمرحبا بك، نورتينا ووليتي من اهل الدار. عشاق قصص الرعب، عدت من جديد بقصه مشهوره وحقيقيه، ودليلا على هذا كانت انتشرت في الجرائد فوقتها سنه 2006. لنبدا. فالقصه كتبدا مع واحد البنت اللي كتعيش في واحد المنطقه جبليه اللي بعيده على واحد المنطقه اللي سميتها الباحه بشي 10 كيلومتر في جنوب السعوديه. كانت الطريق ديالها صعيبه، تما كانت واحد العائله اللي كتسكن في واحد البيت اللي هو شعبي وعلى قد الحال. هاد العائله كانت عندهم بنت اللي سميتها زهور الحارثي واللي كان العمر ديالها 8 سنين. كانت طفله عاديه، زهور كتمشي للمدرسه كل صباح مع اختها على رجليهم. واحد الصباح وهي غاده وشاده في يد اختها واللي كتعاود غير قربنا من باب المدرسه، غادي تطلق زهور من يدي ومشات كتجري. واحد الجره ما كانش عادي ولا منطقي، ما قدرتش نلحقها لدرجه انها كانت مرتفعه واحد شويه من الارض. خفت بزاف حيتاش اختي تجلات، وكانت غاده بسرعه مخيفه لدرجه ما قدرتش نركز بعيني عليها. وايضا خفت حيتاش شنو غادي نقول لوالديا، كتقول رجعت بالزربه للدار، كنجري وكنبكي خوفا ورعبا من داكشي اللي شفت وشنو غادي نقول لماما وبابا. وصلت للدار، دخلت وجلست نعاود لهم اشنو وقع، ولكن ما تيقونيش، يسحب لهم بلي انني غير كنتوهم وما عطاوش قيمه للتفاصيل اللي عاودت. بابا غادي يعيط على عمامي وخوتي باش يمشيو يقلبوا على زهور فين مشات. غادي يوصل الخبر للقريه كلها وغادي يبداو تيقلبوا، شي تيقول شي قلبوا على واحد البنيته لابسه اللبسه ديال المدرسه وهزه محفظه. عينا من التقلاب، 6 ديال السوايع وحنا في نفس الوضع. شويه غادي تدخل زهور بحال ما وقع والو، كانت مسخه وصفراء والنظرات ديالها ما مركزين على حتى شي حاجه. غادي يشدها بابا ويبدا يسولها فين كنتي فين مشيتي، كيحاول يحركها بيديه. بدات كتشوف فيه، شويه نطقات وقالت والله ما عرفت، راني لقيت راسي في هذا الواد الفلاني. عجيب، هذاك الواد ما تيقدروش يوصلوا ليه الا بمشقه الانفس، واللي كاين وسط الجبل، واصلا الطريق باش تمشي ليه كانت صعيبه بزاف وهي عندها غير 8 سنين، كيفاش وصلت ليه؟ المهم باها بدا كيسولها كيفاش وصلتي لتما، قالت لي ما عرفتش، حليت عينيا وغادي نلقى راسي كنتمشى في ديك البلاصه، من بعد غادي نرجع بالمشي وانا تنسمع غير صوتكم، ولكن ما كنتش كنشوفكم. كتقول اختها كلنا حسينا بالرعب انذاك. ديك الساعه غادي تديها الام ديالي تغسل ليها وغادي ندخلوا لبيوتنا نعسو من بعد نهار طويل. كنت في ما غمضت عيني كتبان لي زهور كتطلق من يدي وكتهرب ديك الطريقه المخيفه اللي ما تيقوهاش والديا في الصباح. واخا كنت نحاول باش انا نوصل لهم بلي داكشي اللي وقع راه ما كانش عادي، ولكن كنت نسمع تيقولوا هذاك غير كلام ديال الدراري الصغار وغير خيال ديالهم. كتقول بقى فيا الحال ولكن سكت. المهم دازت الايام وزهور ما كتاكل ما كتشرب ما كتصنت لينا ما كتجلس معانا، غير مركزه على واحد القنت وكتشوف فيه وما كتدويش. هنا الاب ديالي حس بلي انه كاينه شي حاجه ماشي طبيعيه، ما خلاها لمدها من السبيطار طبيب نفسي وحتى الشعبي، دوزها منهم كاملين ولكن بدون نتيجه. كل نهار كانت الحاله ديالها غادي وكتكفس، حتى من المدرسه ما بقاش كتمشي ليها، وحتى حنا ولينا كنخافوا عليها باش انها تخرج حيتاش كانت شبه خايبه وتقدر تاذي راسها. واحد النهار غادي يقول لنا واحد الشيخ بلي انه زهور فيها مس عاشق ديال ملك الجن، وبلي اننا خاصنا ننتقلوا من هذا الدار حيتاش يقدر يكون السحر في الدار عندنا. فعلا غادي نقرروا ننتقلوا على ود اختي، غنخليو كلشي من مورانا وغادي نمشيو لمنطقه واحده اخرى اللي غادي نستقروا فيها. وبدينا كنتاقلموا من جديد على الوضع الجديد، واختي زهور بدات يبان فيها شويه ديال التحسن. فرحنا والايام كدوز وبقات زهور ما كتمشيش للمدرسه. واحد النهار غتمشي زهور لعند بابو كترغبو باش انها ترجع للقرايه، هو غادي يرفض
قال ليها كيفاش غادي ترجعي وانتي مازال ما بريتيش مزيان، تقدري تعاودي تمرضي، غير صبري حتى تكوني بخير. بقى فيها الحال وسكتات، حتى غنبقاو حنا عافاك خليها تقرا، ما عندها ما دير في الدار وباقا صغيره، غيتدخلوا عمامي باش انه زهور ترجع للمدرسه. مع الاصرار غادي يوافق بابا، غادي يديروا الاجراءات ويرجعوها، ولكن قبل كان الشرط الوحيد ديالو انه هو اللي يديها ويرجعها من المدرسه، واذا جاب الله كان مشغول شي نهار فهي غادي تغيب على القرايه. المهم هو يتكلف بها حيت خايف عليها. كلشي وافق على هذا القرار. غادي يجي نهار الاول من القرايه، زهور غادي تلبس حوايجها وهزات المحفظه ديالها ومتحمسه باش انها ترجع، ولكن حنا كنا نوعا ما خايفين. الاب تيقول غادي نشدها من يديها ونخرجوا من الدار، وبمجرد ما اننا غادي نوقفوا قدام الباب نتاع المدرسه غادي نشوف بنتي غضربها بجريه اللي ما كانتش طبيعيه. بديت تابعه وكنعيط بالخوات زهور زهور، ما دارتش عندي من السرعه باش غاده. جاتني فكره باش انني نتبعها بالطوموبيل، ولكن حتى هي مستحيل تلحق عليها حيت كتدخل ما بين الاوديه وما بين الاشجار. تبعتها حتى ما بقيتش قادر نوصل ليها، وهنا غادي تختفي فرمشة عين. غادي نحس بواحد العجز مستحيل نوصفه. الاب ديالها غادي يرجع للدار، ومن جديد غادي تقلب الحاله ديال هاد العائله الحزن. كتقول الاخت لما رجع بابا كان في واحد الحاله عمري ما شفته فيها، عيني حمرين بالدموع وكيحس بتأنيب الضمير على امر ما عنده حتى شي دخل فيه. هاد المره دازت الايام وما قدرناش نلقاو زهور، وحتى هي ما رجعتش. الام ديالي كل نهار كتبكي وكتمرض، عمامي الجيران الاقارب جاو من القريه فاش كنا، جا الصغير والكبير تيخرجوا يقلبوا من الفجر حتى كيظلم الحال، وهما غير تيعيطوا زهور زهور، ولكن ما كاين حتى شي حس. عشنا كابوس هذيك الايام، الرجال كانوا هزي الفيوزات وكيدوروا كيقلبوا في الجبال والاوديه. كتقول وقت ما دخل بابا للدار كنشوف الجواب غير من وجهه، كيدخل يائس وحزين وساكت حيت ما لقاوهاش. تخيلوا هي دازت 8 شهور وزهور مازال ما كاينش ليها الاثر. وصلنا للمرحله ديال الحماق بقوه التفكير وبالتقلاب، وماما مسكينه عيات لدرجه كانت كتهز القران وكتخرج في الجبال والاوديه وكتعيط على زهور، انا ماماك فينك اجي. دازت الايام وحنا باقين على نفس الحال. واحد النهار غادي يجينا اتصال وغادي يجاوب بابا، غيقولوا ليه بلي انه راه بنتك ها هي كاينه في المنطقه اللي سميتها تهامة. هاد المنطقة كاينة في التحت نتاع الجبل، وحنا كنا ساكنين في القمة ديالو واللي بعيد على المنطقة ديالنا تقريبا واحد 100 كيلومتر. استغربنا كيفاش مشات لهاد المسافة، ولكن ما غاديش نستفسروها بزاف بقوت ما اننا فرحنا بهاد الخبر. فعلا بابا وعمامي غادي يمشيو تيجريو لديك المنطقه، سولوا على هذاك اللي دوا عليهم، دواو ليه وقال لهم بلي انا عيطات ليا واحد المراه كبيره وقالت لي بلي انها شافتها، وهو يعطيهم فين كاينه دارها. غادي يمشيو لعندها، وكانت ساكنه في واحد الدار اللي هي قديمه، بداو كيدقوا هي تخرج لعندهم. هاد المراه اللي كانت عايشه بوحدها تما قال ليها بابا راه سمعنا بلي انك شفتي بنتنا. قالت ليه اييه، راه دقات الباب لما حليت بنت لي بنت صغيره ولابسه الحوايج ديال المدرسه اللي كانوا مقطعين، وشعرها كان كله مخربق وظفرها كانوا طوال وجهها كان شاحب وكانت حافيه. تخيلوا 8 شهور وهي مجليه وزدوك الجبال، كيفاش غادي تكون الحاله ديالها؟ غادي يقول لها بابا شنو قالت لك فين هي؟ قالت ليه غير حليت الباب قالت لي بغيت نشرب، مشيت تنجري نجيب ليها الماء حيت بانت لي شحفانه، فاش رجعت ما لقيتهاش وما خلات حتى شي اثار. غادي نمشي نقولها لجيراني وهما اللي قالوا لي بلي انها راه بنتكم، وانا نقول لهم يقولوها لك باش تقلبوا عليها في هذه المنطقه. قالت لي هي ولدي بنتك كتموت بالعطش، سير قلب عليها. الاعمام والاب واهل القريه بداو تيقلبوا من جديد، كانوا في النص ديال الليل تيسمعوا الغوات نتاع شي بنت واصوات كتخلع، ومن بعد كيسمعوها كتعيط، كان صوتها واضح ولكن ما كانوش تيقدروا انهم يلقاوها، لدرجه الدراري الصغار كانوا تيخافوا باش انهم يخرجوا، غير كيوصل العصر حتى حد ما تيخرج حيتاش عارفين باللي انه صوتها كيبدا كيتسمع بالليل. لدرجه الامهات نتاع ديك المنطقه اذا بغاو يهددوا ولادهم تيقولوا لهم اذا خرجتوا غادي تلقاو بزهور. الاب كان تيتقطع فاش كان تيسمع الصوت ديال بنته، ولكن ما تيلقاهاش، كيبدا غير تيعيط ليها انا باباك زهور فينك، والصوت كيختفي بمره. الاب عيا نفسيا وجسديا من التقلاب ما بين الجبال والوديان، ما بقى كياكل ولا حتى ينعس. كتقول اخت زهور غادي يرجع بابا للقريه فين تنسكنوا ويأسنا والحزن ولا المؤنس ديالنا، حتى لواحد النهار غادي يبان لينا الباب غادي يتحل، شكون ما شكون زهور داخله. من بعد ما دازت تخيلوا اكثر من سنه، كانت حالتها والشكل ديالها تيخلعوا،
خفت انني نقرب منها. بابا مشى تيجري لعندها وتيعنقها، ماما نفس الحاجه، كلشي تيبكي وتيغوت من الفرحه. غادي تهد الاوضاع وغادي تديها ماما باش انها تغسل، غادي تقطع ليها ظفرانها، غادي توكلها، وبابا بقى واقف لها على راسها وكيشربها وكيبكي. وهنا من جديد غادي تبدا رحلتنا مع المشايخ والمستشفيات والطب النفسي، ولكن والو، ما كاين حتى شي نتيجه. اختي ما بقاتش في الملك ديالنا وما تنقدروش نتحكموا فيها، والرعب في قلبنا لدرجه ما كنقدروش اننا ننعسوا، تنخافوا لانها تخرج ترجع من جديد تختفي. واحد النهار غادي يديها بابا عند واحد الشيخ اللي هو معروف في المنطقه، وقال لي باش انه ما بقى لك غير حل واحد، بنتك ما تخرجش من الدار واخا يوقع اللي وقع، وخليوا عينيكم عليها 24 ساعه، حيتاش المس اللي فيها ما يقدرش يتحكم فيها وانتم دايرين بها ودخل الدار. هنا فعلا بدينا المعاناة، ما بقى عندنا حتى شي شغل من غير زهور اللي كان في عمرها 9 سنين ديك الوقت. كنا كنتناوبوا عليها، اذا شي حد فينا نعس الاخر كيبقى فايق عساس، ما كنخليوهاش بوحدها. دازت الايام وحتى السنوات حتى دات زهور 14 سنه، والحمد لله تحسنت بزاف ولينا عائله طبيعيه. واحد النهار غادي تدخل زهور لعند بابا وتقول ليه بغيت نرجع للمدرسه بحالي بحال كاع البنات. كتعاود الاخت نتاع زهور، بابا بدا كيشوف في الارض وهو حزين عليها وفي نفس الوقت خايف عليها. قال ليها يا بنتي ما كرهتكش تدخلي تقراي، ولكن راني خايف عليك حيت عندك مشكل، من الاحسن انك تنسي المدرسه حاليا. زهور تقلقات ومشات لبيتها. غادي يجيو الاهل ديالي ويقولوا لي بلي انه راه زهور 50 وهي طبيعيه، رجعت لصحتها وبلي صافي ما بقاتش غتاذى. قال لهم راه بنتي طبيعيه حيتاش عمرها ما خرجات، واذا خرجات راه ما غاديش ترجع. قالوا لي ذكر الله وبركه ما توهم، المهم غادي يصروا عليه حتى وافق. النهار الاول غادي يديها للمدرسه وعينيه عليها لدرجه غادي ينزل من طوموبيلته ويبقى حاضيها، تيقول غادي تمشي عادي حتى توصل باب المدرسه وغادي تعاود تتجري ونتبعها. وكان غوت وكان عيط ليها، وعباد الله اللي حداها تابعينها ولكن بدون نتيجه. زهور كانت عندها واحد السرعه غير طبيعيه وغادي تختفي من اول وجديد. كتقول اخت زهور رجعت حالتنا كفس من الاول، وبابا كيدوز من ازمه نفسيه حيتاش كان على حق، وحتى حد ما حس به غادي يرجع الحزن وحتى الخوف. خوتي والاهل حتى حد ما بقى عارف لا ياكل لا يشرب لا يعيش. هنا غادي يدخلوا البوليس وجهات كيقلبوا عليها في كل قنت. هاد المره كان هاد الشيء غريب لدرجه انهم كيشوفوها غير خطيفه وكتختفي. كيقول واحد من البوليس اللي كان في المهمه تاع البحث عليها، كنت واقف في النص ديال الجبل شويه غادي ندور وغادي نلقى زهور حدايا، قالت لي بغيت الماء، وانا عرفت بلي انه هذه هي البنت اللي كنقلبوا عليها، ولكن من كثر ما كانت عطشانه قلت نعطيها تشرب وديك الساعه نشدها، غير غادي ندور باش نجبد الماء وغادي تبان لي كتجري. ومن ديك السرعه الخياليه عرفت بلي انها ماشي بالبشر وبلي بها مس غادي نسخف. لما الناس غادي يهزوه فاق عاود لهم اشنو شاف. في ديك الايام كتبوا عليها تقرير لموثق في مركز الشرطه نتاع عسير ليومنا هذا. بنت لابسه عبايه مقطعه ومسحت منها حوايج ديال المدرسه وفي حاله يرثى لها. واحد النهار كانت شي عرضه والناس بالليل بدات كترجع لديورها، واحد العائله في نص الليل هي راجعه بداو تيسمعوا البكاء والغوات حدا دارهم، غير قربوا غادي تخلعوا وتاكدوا من مصدر الصوت، غيلقاو بنت جالسه في القنت وكتبكي وحالتها حاله. واخا كانوا خايفين منها غادي يرحموها، وديك الساعه غادي يهزوها ويدخلوها لدارهم ويعطيوها الماء حيتاش كانت تقول لهم بلي فيها العطش. غادي تهزها الام اللي كانت صاحبه ايمان قوي وهي كتذكر الله، وغادي تدوش ليها وتقطع ليها ظفارها وتهلط فيها ورجعت البنت على طبيعتها، حيتاش المشكله ديالها انها ما خصهاش تخرج على برا وغادي تكون بخير. غادي يسولوها مالين الدار شكونتي وشنو قصتك، قالت لهم ما عرفتش. اخر حاجه كنت فكرها هي بابا وصلني حدا الباب ديال المدرسه، من ديك الساعه ما عقلت على والو. تما فين عرفوا بلي انها زهور الحارثي، حيتاش قصتها منتشره في السعوديه في ذاك الوقت. هاد الناس غادي يتواصلوا مع باها ويصونيو عليه، وقالوا لي بلي انه راه بنتك عندنا. باها فرح من جديد ومشى يجيبها، كيف غيدخل لعندها غيطيح على رجليه ويبدا تيبكي وتيقول لها والله ما نبقى نخليك تخرجي من الدار، سمحي لي يا بنتي، لدرجه انه بكى معاه كاع دوك اللي كانوا في الدار. غادي يشد بنته ورجع للدار، ما بقى تينعس لا بالليل ولا بالنهار، ما بقاش تيفارقها. زهور دارت 19 سنه كتقول الاخت ديالها. بدينا تنقنعوا بابا بلي اننا نوليو نتناوبوا عليها حيت هي، واقتنع بلي انه حتى زهور ولات طبيعيه. واحد النهار بالليل قبل الفجر بشويه كلنا كنا ناعسين، تعاود لينا بابا غادي يحلم زهور، غادي تدخل عليه وغادي تقول ليه بابا بسلامه نشوفك في الخير.
انا غادي نمشي لليمن وغادي تبوس راسو وغادي تخرج. من بعد ما فاق كيقول الاب ما عرفش واش بصح جاتني فعلا ظهور ولا لا، ولا كنت غير كنحلم، المهم بحال كنت في غيبوبه. غادي نتوضا نخرج نمشي للمسجد نصلي الفجر، غير ساليت ونقرب من الدار غادي نسمع الصوت ديال البكا والغوات، وعرفت بلي ظهور عاود اختفات. غادي نمشي نبلغ رجال الامن، وهذه المره كان تعاون رهيب وغير طبيعي وباوامر عليا. كانت التوجيهات صارمه، كل شيء تيقلب على ظهور، حتى من الطائرات خرجوا، حيت كل شيء تعاطف معنا وحس بينا وبالمعاناه ديالنا. شهر كله نفس الحدث. واحد الليله كانوا شي شباب سهرانين في واحد الجرده، كانوا تيلعبوا وغادي يدوس قدامهم ظهور، وكانوا عارفينها وعارفين حتى قصتها، غير شافوها غادي يتبعوها ويغوتوا شدوا ظهور شدوا ظهور، واللي سمعهم بلا ما تيفكر كيلحق عليها. غير هما اذا مشاو خطوه هي كانت كتمشي 10 وما كيلحقوش عليها، وغادي تختفي قدام عينيهم بواحد السرعه فوق البشريه. نفس الليله واحد العائله غادي يكون دقان في الباب ديالها، غادي يحلو غادي يلقاو ظهور، وعرفوا شكون هي، عرفوا بلي انه اذا شي حد جرى من موراها ما يقدرش يشدها، وحتى اذا قاوموها ما يقدروش عليها. غادي تقول ظهور لمول الدار بغيت الماء، قال لي ادخلي الدار ونعطيه لك. قالت لي لا بغيته هنا، وفي ديك الوقت كان صوتها مخيف. كيقول كنت عارف ما كنتش كنتكلم مع ظهور، ولكن قويت قلبي وتذكرت عائلتها وكيفاش عياو عليها. قلت لها ادخلي للدار نعطيك الماء ومن بعد سيري فين ما بغيتي. قالت لي انا غادي نبقى واقفه هنا، هو الهدف ديالو انه يدخلها ويسد عليها. المهم قال لي اللي بغيتي انا غادي نمشي نجيب لك الماء. تيقول انا راجع ما حيدتش عيني عليها حتى وصلت للصاله وانا مراقبه. غادي نتصل على الجيران اللي حدايا وقلت لهم دغيا دابا حميو الدار والدرب راه ظهور حدا بابي. تيقول ثواني الا والباب محاط وانتشر الخبر ولا شي تيعيط لشي. ظهور حسات بلي انني تعطلت عليها وبلي شي حاجه ماشي حتى لهي وغادي تهرب. وهنا غادي تفاجئ بلي انه الشباب كانوا محوطين الدار وما خلاوش ليها مجال فين تهرب. تيقول هذاك الرجل كنت نشوف ظهور كتضرب دوك الشباب واحد الضرب اللي عمرني ما شفته، كانت فيها قوه خارقه ادت شحال من واحد فيهم بزز باش قدروا الرجال انهم يتجمعوا عليها ويقدروا يكتفوها. دخلناها للدار وعيطنا على باها وهزها هو وخوتها مربطه وداها للدار. من بعد غادي ترجع البنت على طبيعتها وغادي يبدا من جديد في مرحله العلاج على امل. هاد المره غادي يمشي لعند اشهر المشايخ اللي معروف ليومنا هذا على حسب ما يقال في المملكه، مملكة ديال السعودية. غادي يعاود لي القصة وقال لهم هاد الشيخ غادي نعطيكم واحد الحل اللي من بعد إذن من الله تعالى غادي ينفعها، بما أنه بنتكم عندها مس من جن عاشق زوجها حيت يقدر يتحيد منها. قال ليه شكون غادي يتزوج بنتي وكلشي تيخاف منها وقصة تشهرات في السعودية وهذا حل شبه مستحيل، أعطاني شي حاجة أخرى. غادي يقول لي داك الشيخ واش متأكد ما كاينش شي حد من عائلتها؟ قال لي أنا متأكد وزيدون ما غاديش نمشي لعند شي حد أنني نسعاه أجي تزوج بنتي، أعطاني شي وصفة أنا مستعد نديرها وخا بالملايين تاع الدنيا. غادي يقول لي الشيخ أنا غادي نتقدم لها وبالمهر اللي أنت بغيتي. الأب تفاجأ قال لي لا انا ما بغيتش الشفقه نتاع حتى شي حد. غادي يقول لي هذاك الشيخ انا بغيتها على سنه الله ورسوله حيتاش مرتي توفات. من بعد محاولات في انه داك الشيخ كيقنع الاب ديالها في الاخير غادي يوافق وغادي يزوج ظهور، ومن بعد الزواج رجعات عندها حياه طبيعيه وجدا اللي فيها كتقدر تخرج وتدخل كيف ما بغات، وهي اليوم ام لزوج ديال البنات. وهذه هي القصة نتاعنا اليوم. صراحة العجيب في هذه القصة هو ليس بالمس ولا العادات الخارقة اللي وقعوا في وسط القصة، ولكن النهاية ديالها هي اللي أثارت انتباهي سبحان الله العظيم. فدائما وأبدا من بعد ابتلاء من بعد زيار من بعد يأس وحزن ربي كيجيب الشفاء أو كيجيب الفرج، مهما ضاقت مولانا كيفرجها في الأخير. نهايتها عجيبة وغريبة وخلتني أنني نتمهل دقائق سبحان الله. زعما جربات أنها تمشي عند شيوخ، جربات الرقية، جربات بزاف ديال الحوايج، غادي يكون القدر باش أنها تزوج بشيخ اللي غادي يجعلو الله سبب باش أنها تشافى. قصة صراحة مخيفة ولكن النهاية ديالها فيها عبرة. لكل يائس لكل حزين لكل مبتلى ما تقلقوش، عيشوا الحياة وعيشوا اللحظات بالحمد لله ولا إله إلا الله، نحاولوا أننا نذوقوا النعم اللي دايرين بها، وكيف قلت لكم شحال ما ضقت ربي غادي يفرجها في الأخير. ما كرهتكمش أنكم تخلوا لي تعليق في التحت شنو اللي قربكم من هذه القصة أو لا شنو استفدتوا منها أو لا. هي قصة حقيقية 1000%، راه إذا دخلتوا على جوجل تلقوا بزاف ديال لي زارتيكل عليها. فأنا ما كرهتش أنكم تقولوا لي أو لا شنو العبرة اللي نتوما فهمتوها من هذه القصة.
غادي نخليكم في رعاية الله وحفظه، نتلقاو فيما قريب. ما تنسونيش من الضغط على زر الإعجاب وأنكم تفعلوا الجرس باش تكونوا من الأوائل اللي كيتوصلوا بالفيديوهات ديالي. ودابا غادي نقول لكم سلام سلام.